كلب مش لازم تربيه، الجزء رقم 27. سارلوس وولف دوغ هو عبارة عن ميكس بين الذئب وجيرمان شبرد وشوية فصائل ثانية. أنتجت لنا سارلوس. هلا نوعا ما هذا الفصيل جديد واللي متخصصين في تناسل وتزاوجه وبيعه إقلال كثير. لكن عشان تعرف ليش هذا الكلب غير مناسب إلك، أول شيء أنت بتربي كلب وجزء ذئب، والمشكلة إنك حتبدأ تلاحظ عليه طبع الذئب حواليك، وما بينفع يكون لحاله ولازم يكون معاه واحد ثاني عشان يعلمه الانضباط ويعدل من سلوكه. أصعب شيء إنك تدربه، أصعب شيء إنه يعيش جنب حيوان ثاني، ولا تتركه نهائيا مع الأطفال أو الأولاد الصغار، لأنه لو الطفل صار يبكي فالذئب جواه رح يتذكر الطبيعة وأصوات الحيوانات المصابة، وبهيك حيفكر إنه قدامه فريسة. ممكن أنت تعاندني وتروح تشتريه عشان تربيه، لكن هذا مش للشخص العادي، ممكن يكون كلب حراسة إذا سمع الكلام، لكنه حيغلبك كتير، فعشان هيك سيبك منه ومش لازم تربيه.